فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقرع بين نسائه لأجل السفر فخرجت لواحدة ثم أراد سفرا آخر، فهل يقرع بينهن مرة أخرى وتدخل تلك المسافرة سابقا؟ لا، ضرورة، يعني يقرع بينهن في كل سفر، في كل سفر يقرع بينهن، خرجت لها القرعة تسافر معه، ولو أصابت من خرجت معه في السفر الأول. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.